نعمل. هل الفرح في دارنا والليلة أفراح وسرور في محفل العرسان عيالي وأجمل وأحلى الليالي عيال الرباح الليلة فرحتهم ما يوصفها شعور ومن أبو مبارك تجيكم الحن وبيت الجزال عيون أمي أم ثامر راه تقيف أنا صدور أفراح ما بحفادك عسى اسمي نفوه يا أم ثامر يا غوات جنتي والعين نور يم الكرم اللي فالبشر ما نفذها ويا بناتي يا فجر ويا هلا أحلى البدور أهل عدن على المنصة يا ملكة الجمال يا خواتي يا بنات العز أنا فيكم فخر يا عمة العرسان يا تاج الذرب والدلال أخواني وحسامي وذخري في صعوبة الأمور عيال مرزوق وعسى يرحم ربي ذا الجلال تامر عضيدي واسندي شيخا كريم وراعي شر ورايد اللي يحتمل مقاف ومشيل الثقال وصاط سيف باليمين ووقفته تشفي الصدر والشهم تركب المراجل ينطح كبار الفعال عامر ليا منه وقف لحدت مثل الصقر واحمد كسب كل العلوم الطيبة وحز الفعال وفخر بربعي لابت المقران راهين الشبور حنا حمران النواظر من طاحت في حر رجال اختامها يلا تديم افراحنا طول الدهور عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال هل الفرح في دارنا والليلة افراح وسرور في محفل العرسان عيالي واجمل واحلى الليالي عيال الرباح الليلة فرحتهم ما يوصفها شعور ومن ابو مبارك تجيكم الحن وبيت الجزال عيون امي ام ثامر راه تقيف انا صدور افراح ما بحفادك عسى اسمي نفوه يا ام ثامر يا غوات جنتي والعين نور يم الكرم والطيب يلي فالبشر ما نفنيه ويا بناتي يا فجر ويا هلا احلى البدور اهل عدن على المنصة يا ملكة الجمال ويا خواتي يا بنات العز انا فيكم فخر يا عمة العرسان يا تاج الذرب والدلال اخواني وحسامي وذخري في صعوبة الامور عيالي مرزوق وعسى يرحم ربي ذا الجلال تامر عضيدي واسندي شيخا كريم وراعي شر ورايد اللي يحتمل مقاف ويشيل الثقال وصاط سيف باليمين ووقفته تشفي الصدر والشهم تركب المراجل ينطح كبار الفعال عامر ليا منه وقف لحدت مثل الصقر واحمد كسب كل العلوم الطيبة وحز الفعال وفخر بربعي لابت المقران راهين الشبور حنا حمران النواظر من طاحت في حر رجال اختامها يلا تديم افراحنا طول الدهور عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال عسى السعادة دائما في كل وقت وكل حال.